لو عملنا زوم على وشك كده وانتي بتسمعي كلمة مبروك انتي حامل. لا رياكشن غير المتوقع. ايه عملت ازاي؟ فضلت متنحة للدكتور. هو كمان ما قالهاليش كده، هو كان في سسبنس ان انا عرفت ان انا حامل وانا في اخر التالت. فكان عندي مؤشرات قبل كده، ظواهر طبية، وكنت كل ما اعمل تحريات ما طلعش حامل. في يوم كده بقى يئست خالص وقلت في حاجة مش مظبوطة، فروحت للدكتور. الدكتور كان فيه ممرضة واقفة معانا، فقعد يقول ايه فمالي وتعليلي المكتب. قلت تعليلي المكتب ده هيقولي ان انا عندي مصيبة، وان انا مخي كله رايح ان انا عندي حاجة خطيرة وحموت، يعني مش ممكن اكون حامل، مش ممكن. ودخلت لقيته كاتب لي ليست من التحاليل، بيقولي انا عايزك تعملي لي التحاليل دي كلها ومبروك احنا كمان عايزين نحتفل. هو طبعا مستني رياكشن تاني وانا عامله. فبعدين قال لي حنان انت حامل. شكرا، اوكي، السلام عليكم.